ولنقش هذا الملف تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكوبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا بك دكتورة. ما مدى أهمية إغلاق المتظاهرين للطرق المؤدية إلى مصافي النفط والموانئ والاعتصام أمامها واستخدامها أيضا كورقة ضغط لتحقيق أهداف الحراك الشعبي؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر يعني عملية قطع هذه الموانئ من قبل المنتفضين أكيد لها دور كبير جدا في مجمل الصناعة النفطية وفي الاقتصاد العراقي بشكل عام، وبالتالي نجد أننا أمام شيء اسمه صراع اقتصادي. تعرفنا عليه هذا الصراع أن يكون بين دولة وأخرى، ولكن هنا الصراع بين الشعب وبين الحكومة نتيجة لما تعاقبت من أنظمة فاسدة على العراق من بعد 2003 إلى يومنا هذا. نعم. بالتالي بالتأكيد أنه ستكون هنالك مشكلة كبيرة، ستكون خسائر، مجمل هذه الخسائر قد تصل إلى 7 مليار دولار شهريا، وبالنتيجة أيضا ستكون هنالك خسائر أخرى للشركات المتواجدة في الوسط وفي الجنوب العراق. هذا إذا ما عرفنا وإذا ما رجعنا إلى رقم مرجع في أيلول 2019 كانت الكمية المنتجة من الوسط وجنوب العراق 103 مليون برميل. نعم. يعني ذاك شهر أيلول، وبالتالي نستطيع أن نصل أنه فقط من هذه المنطقة الوسط والجنوب هو حصيلتها 5 مليار دولار، عدا أنه البقية في المناطق النفطية الموجودة في العراق يعني تشكل أيضا نسبة، ولكن ليس كما هي النسبة في وسط وجنوب العراق. نعم. دكتورة، بعد كشف صحيفة بابليكو الإسبانية عن اتفاقيات سرية عقدت بين الشركات النفطية الكبرى في العالم والمسؤولين العراقيين لتمرير الصفقات، ما الدور الذي تلعبه هذه الشركات العالمية بالتنسيق مع المسؤولين في العراق لنهب ثرواته؟ نعم، يعني احنا امام ايضا تقرير ذكرته الان، هو بالنسبه الى الموقع البريطاني oilprice.com. نعم، وبالتالي ايضا يعني هو الاطراف اللي موجوده فيها ايضا تدخل كردستان ايضا لاعب رئيسي في هذه القضيه، يعني من بين الاسماء التي انتم ذكرتموها ايضا هنالك لحكومه الكردستان مشكله كبيره في هذا الشيء اي في هذه القضيه، وبالنتيجه ايضا نجد اننا يعني في بين يوم وبين ليله وضحاها كما يقال، وجدنا اننا نفس يعني وجد العراق نفسه امام مشكله هو مبلغ نفطي يجب ان يتم اعادته الى الشركات النفطيه قدره 27 مليار دولار، وهذا الشيء كان غير يعني معروف بالنسبه الى الحكومه الاتحاديه وغير موجود بالنسبه لها، لان يعني هذه جاءت عن نتيجه الصفقات التي حدثت ما بين الشركات، وهذه الصفقات كانت اشتملت على بعض المفاصل التي هي ليس لها علم الحكومه الاتحاديه، وبالنتيجه كانت تعقد بين اشخاص وبين اشخاص وسطاء في ايضا في دول اخرى خارجيه. نعم. كان تكون في موناكو على سبيل المثال فرنسا، وبالنتيجه هذه كلها ادت الى ان يكون العراق امام وضع فساد نفطي جديد مدان فيه اسماء كثيره، جهات كثيره، وايضا لا يمكن ايجاد حل الى بشكل سريع، لاننا احنا اساسا الان نعاني من مشكله كبيره، نعاني من صراع اقتصادي سياسي. نعم. الامور غير مستتبه. دكتوره هداب، الحديث عن هذه المشاكل والمعاناه الاقتصاديه التي يعاني منها المواطن العراقي في ظل هدر مليارات الدولارات من اموال النفط في صفقات فساد تستفيد منها فئة محددة فقط، كيف كان ممكن أن تغير هذه الأموال وعائدات النفط أن تغير واقع المواطن العراقي؟ نعم بالتأكيد، لولا سيطرة الدولة العميقة والأحزاب والميليشيات على الصناعة النفطية وخاصة في هذه المناطق الوسطى والجنوبية، وبالتالي ذهاب كميات كبيره من الايرادات، يعني احنا اللي نعرف في هاي السبع مليارات التي تاتي بالشهر سواء الشهر الماضي او القبله كانت 6 مليارات وشويه،
هذه الأرقام كلها قد تكون هي أكثر بكثير يجب أن تكون، ولكن نتيجة للتهريب، نتيجة لانتقال هذه الأموال وسرقة النفط من قبل الميليشيات ومن قبل بعض الأحزاب، وهذه الأحزاب هي قسم منها لها دور رئيسي في صناعة القرار السياسي في العراق، لولا وجود هؤلاء كان أكيد أن العراق استطاع أن يستفاد من هذا العامل الاقتصادي وأن يحيي حياة كريمة وأن لا تحدث هذه الانتفاضة. لأنه في تسلسل العراق 2019 ظهرت أنه لا حياة كريمة في العراق حسب مصدر أجنبي في هذا المجال الذي يحدد مستويات الحياة الكريمة في العالم. شكرا جزيلا لك دكتورة هدى بفالح الكوبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.